بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نستكمل باقي شابتر 10 في هذا الدرس. إن شاء الله حنتعرف على بعض الأسئلة وكيفية الحل لهذه الأسئلة. طبعا في شابتر 10 بتكلم عن الرانكاين سايكل، وفي آخره بتكلم عن الكومباين باور سايكل. تمام. طبعا الرانكاين سايكل في عدة بروسيس فيها، في السيمبل، وطبعا في الايديال، وفي كذلك الريهيتينج، وفي ريجينيريشن. تمام. هنتكلم طبعا عن المواضيع اللي تكلمنا طبعا في المناقشتين السابقتين عن المواضيع الخاصة بكل منهما. اليوم هنحل أسئلة عليهم. طبعا يا شباب، الأسئلة اللي بتيجي على هذا الشابتر بتكون إيش جاية يا شباب؟ بتكون جاية مش على السيمبل، أكيد حتكون على الريهيتينج، وممكن تكون شوية صعوبة في إنه يديك إفشنسي مثلا للكومبوننتس الموجودة في الريهيتينج. فنشوف معنا أول سؤال إن شاء الله. في السؤال الأول شو بقول لي؟ خلاص بسجل عشان أتأكد. Consider a steam power plant that operates on reheat Rankine cycle. قال لي إنها reheat Rankine cycle. طبعا إحنا عارفين الريهيتنج إيش هي. الريهيتنج عبارة عن two توربين. التوربين هذول الأول بخش له الهاي بريشر، بعدين في التوربين الثانية بقل البريشر، بس بنعمل إعادة إنه إيش؟ نزود الحرارة، فبالتالي بنوصل درجة الحرارة لدرجة حرارة عالية، بعدين بندخلها للتوربين الثاني. طيب النت باور قال لي كم؟ 80 ميجا وات. حلو كتير. ستيم انتر ذا هاي بريشر توربين، دخل الهاي بريشر توربين 10 ميجا باسكال، طيب و500 درجة سيلسيوس، ودخل لهذا الستيم انتر لو بريشر توربين توربين 1 ميجا باسكال 500 سيلسيوس. ستيم ليفز كوندنسر، غادر الكوندنسر اللي عندي موجود في السايكل هذا، غادرها ات ساتوريشن ليكويد وعند بريشر 10 كيلو باسكال. قال انه في ايزنتروبيك افشنسي للتوربين وللبامب. للبامب 95 وللتوربين قال لي انها 80. ماشي. قال لي ايش لقيت؟ شو ذا سايكل اون تي سي تي اس دياجرام. في التي اس دياجرام زي ما عارفين احنا اخذنا تي ريهيتنج وشفناها في المناقشتين السابقات. طيب بعدين وجد لي الحبشتك انا هذا الكواليتي اور تمبريتشر او سوبر اف سوبر هيتد اللي هي الاكس بتاعت اللي عند اللي بتكون في يا منطقه الويت يا بتكون خارج منطقه الويت، ثيرمال افشنسي للسايكل ككل، والماس فلوريت. طبعا مديني الماس، مديني النت باور بالميجا وات، فاكيد بقدر اجيب. اذا جبت النت باور بالكيلو جول على كيلو جرام بقدر اجيب الماس فلوريت الخاص فيه. ماشي، نبدا في الحل يا شباب. اول حاجه يا شباب بدنا نرسم السايكل نفسه. السايكل نفسه احنا عارفين بتتكون من بامب، البامب هذه قال لي الافشنس بتاعتها، انتبهوا يا شباب، قال لي الافشنس بتاعتها 95%. طبعا هنا بدخل هذه واحد، هذه اثنين. طيب اثنين بتروح للبويلر، بويلر. ماشي. في البويلر هذا شباب هيطلع طبعا الثلاثة درجة حرارة عالية، لكن هيحتفظ بنفس البرشة، بينما البامب هنا هتطلع ايش هتسوي؟ هتحتفظ بدرجة الحرارة تقريبا، مش هتحتفظ بدرجة الحرارة، عفوا، هيغير لي البرشر، هيرفع لي البرشر. تمام؟ هيرفع طبعا لأقصى شيء وحسب نوع البامب طبعا بيرجع، بعدين ايش هيسوي لي؟ فبالتالي ترتفع درجة الحرارة، بينما البويلر بس بيعتمد على التسخين، مش هيتم، ما بيأثر على البريشر عندنا. طبعا واقعيا بيأثر خفيف بس، مش انه هذا، يعني مثلا بتوصل ممكن 14 ميجا هنا او 10 ميجا، بتلاقيها طلعت مثلا 9.7 ميجا، 9.3 ميجا، زي هيك. من اللوسز في البايب واللوسز الموجودة جوا هذا. جوا البويلر نفسه. هذه الهاي بريشر توربين، توربين
ماشي. فلقيت ايش هذه؟ بيخرج منها هذا ثلاثة، تمام، هذه أربعة، بيخرج منها أربعة. طبعا بعد ما يدخل البرشر بعد ما يدخل التوربينة بقل البرشر عند أربعة، قال لي أظن يا كم اديني إياها، أربعة، 1 ميجا باسكال. بعدين بنعمل ري هيتنج، الري هيتنج هذه بتوصل لدرجة حرارة معينة هي 5. بعدين ايش بسوي هنا؟ بندخلها على توربينة اللو برشر توربي، تمام. هذه لو برشر يا شباب، لو برشر توربي، ماشي. حتطلع بعدين ايش؟ حتطلع بعد 5، هنا 6، حتدخل الكوندنسر. الكوندنسر هذا طبعا طبعا هنا بيطلع 1 كوندنسر، قال لك انه بوصل لي اياه للساتشوريت اللي. طيب هلقيت لازم نلاحظ شباب انه ايش عندنا؟ بي 1 نفس بي 6 وتساوي البي كوندنسر، اللي هو هذا بكون ايش؟ اقل، هذا المينيمم بكون في السايكل. طيب بي 2 هلقيت البامب هذا حترفع البي 1 لبي 2، بي 2 هو نفسه البي بويلر اللي بدخل على البويلر، ونفسه البي 3، نفسه البي 3، وهذا بكون البي بويلر. تمام، وهو الماكسيمم في بينهم. لاحظنا انه عشان تدخل في هاي برشر توربين شو بصير؟ بي 4 نفس بي 5، بي 4 نفس بي 5. ماشي. طيب نيجي نرسم تي اس دايجرام هالجين. هاي تي اس دايجرام، تي اس دايجرام هلقيت طبعا هذا الشكل العام للتي اس دايجرام. هنيجي هلقيت نحدد ايش؟ نحدد عليه البرشر الخاص فينا. هاي البرشر الخاص فينا، هذا البرشر الاول، هذا البرشر في النص، وهذا البرشر الأخير اللي هو الهاي. هذا برشر كوندنسر، كوندنسر، وهذا برشر بتاع الري هيتنج اللي هو بيمثل لي بي 4 وبي 5، وهذا البرشر بتاع البويلر. طيب نيجي لقيت نحدد النقاط عليه. طيب لقيت عند النقاط بيبدأ الواحد، قال لي 1 انه بيطلع من الكوندنسر ليف ذا هاي، بقول لي ايش هنا؟ وين راحت؟ ليف هي steam leaves the condenser as a saturated liquid. طيب هاي هنا 1 هتكون يعني عند saturation liquid. طيب هل جت تطلع ايش شباب من 1 ل 2؟ وين 2؟ فين هو برشر؟ برشر البويلر. انتبهوا مش تجيبوها هنا غلط، تجيبوها في النص، يعني تجيبوها في هنا غلط، لا هذا لازم تكون على طول. جبناها هذه 2، لكن هذا ايش شباب؟ 2 اس. اذا ايش في عندي انا؟ في عندي حاجه، لانه ليش عندي في شانس للتوربينه، عندي في شانس للبمب عفوا، فبالتالي لازم احدد اكثر. هذه 2 اي، ماشي. طيب من 2 بروح ل 3، شو رفعت درجه الحراره انا؟
درجة الحرارة مثلا رفعتها لهنا، لا ثلاثة، ماشي. هلقيت ايش؟ قال لي دخلناها الهاي بريشر بام، بدخل عليها الهاي بريشر، شو بصير فيها؟ تنزل لكام؟ لأربعة. لأربعة ثواني بس نعدلها زي هيك مثلا عشان تزبط معانا وانا برسم. كومنت، وين كومنت؟ تمام، هيك تمام، ماشي. هيك الريزر بقيت نرجع تاني. طيب هنا أربعة، لكن يا شباب إيش إحنا ملاحظين؟ في إفشنسي للتوربينة، أكم الإفشنسي الخاصة بالتوربينة؟ قال لي 95، وما حدد ليش لأني توربينة، فالتوربينتين 95، انتبهوا 95%. طيب ماشي، إذا إيش عندي هنا؟ تنزل لإيش؟ لأربعة إيه؟ وهذه شو؟ 4S. طيب من 4S شو بصير فيها بعدين؟ نعمل ري هيتنج، بنوصل درجة الحرارة لخمسة، وكانت نفس ثلاثة، عفوا نفس نفس ثلاثة وصلناها، اللي هي 500 درجة سيلسيوس، هي 500 وهنا 500، ماشي عزيز الله. هلقيت عندي من خمسة بعد ما دخلت التوربينة شو حتنزل عادي لإيش؟ لستة. لكن هذه ايش حتكون يا شباب؟ 6S، وانا عندي ايش؟ افشنس للتوربينة، فبالتالي ايش؟ في عندي 6A برضه، ماشي. هلقيت من 6S سادي او 6A لا ايش؟ حنصل تاني لواحد بعد ما دخلت الكوندنسر. ما نبدا هلقيت في شغل انه كيف نجيب امورنا. عندي ستيت 1 ستيت 1 هحتاج انا ايش اجيب يا شباب؟ هحتاج اجيب الاتش ساتوريت اللي عندي، الاتش 1، تمام؟ الاتش 1 هتساوي الاتش اف متى؟ ات بريشر 10 كيلو باسكال ساتوريشن، طبعا هذه من هيك جبتها عند اتش اف، تطلع معاكم يا شباب طبعا من الجداول اللي جواها كيلو جول بير كيلو جرام، تمام. هلقيت شو عندنا كمان؟ ستيت 2، وطب قبل ما نروح للستيت 2 في، لانه هنستخدم فيها قانون، نحتاج الاف 1، اف 1 بتساوي الاف ساتوريشن ات 10 كيلو بسكال برضه، ماشي. كم بتطلع معنا؟ بتطلع بوينت او جداول الميه يا شباب، نستخدم انتبهوا لهذه القصه، نستخدم جداول الميه متر مكعب بير كيلو جرام 100%. طيب نيجي هلقيت لستيت 2، هلقيت عندي الدبليو بامب شو بتساوي؟ اف سواء اف واحد او اف اتنين نفس السبيسيفيك فوليوم، بي اتنين ناقص بي واحد على شو حيكون يا شباب؟ على الافشنس الخاصة بالبمب، لانه هذه ايش بتساوي؟ هذه نفسها بتساوي ايزنتروبيك. طيب
والافشنس تبعت البامب شو اخذناها شباب بتساوي؟ اس على ايه؟ فبالتالي انا بدي الخاص ايه، الخاص بالبامب للايه، فبالتالي لما بدي اجيبها بجيب الاس على ايه. طبعا لما بدي اجيب الايه نفسها عشان اجيب اتش 2 ايه، هذا عشان اجيب اتش 2 ايه بضطر اجيب هذا. ماشي، هلقيت بدي اجيبها انا، طبعا بتساوي اتش 2 ايه ناقص اتش 1. ماشي، حلو كتير. بيطلع عندي يا شباب الافشنسي، بيطلع عندي الاتش 2 ايه بتساوي 203.43، 203.43. شباب انتبهوا، ان اذا حاجه طلعت انتربوليشن وهيك اشي تمام، شوفوا بين مين ومين، بس قدروا تقدير ما تعمل الانتربوليشن لانه مش حتلحقوا صراحه، الوقت حيكون ضيق، وغالبا الامتحانات صارت الكترونيه الجاي عشان تكسب وقت. طيب هلقيت انا ايش؟ جيب 2 اس، طبعا بجيبها من وين ال 2 اس يا شباب؟ من الجدول تاع البرشر، والبرشر عندي ايش هنا؟ اللهم صل على محمد. هذه نفسها شو بتساوي؟ اتش 2 اس ناقص اتش 1، اتش 1، فبقدر برضه اجيب منها ال 2 اس اذا احتاجناها، لكن احنا محتاجين ال 2 ايه هالكيف. ماشي، هذا ستيت 2، هات ستيت 3 هنا مثلا، الحالة الثالثة أو رقم 3 شو بصير عندنا؟ في رقم 3 شباب قال لي إنه في عندي تي 500 درجة سيليزيوس تساوي، وقال لي البيتا الخاص فيها إحنا عارفين إنه كم؟ 10 ميجا باسكال، فبالتالي بقدر أجيب أنا ايش بكل سهولة من جوة داول السوبر هيتد اتش 3 و اس 3 و في 3 جبناهم، طبعا بتجيبوهم من جداول السوبر هيتد، لان لو حتى لو قارنتوا ما بين تي ساتشوريشن اللي عند بي حتلاقوها تي اكبر هذه، فبالتالي حتروحوا للسوبر هيتد، سوبر هيتد. تروح لجدول السوبر هيت. ماشي، هنروح الآن للست 4. في الست 4 يا شباب، هاي الست 4 عندي. ماشي، احنا بنقدر نجيب ال 4 اس. طيب هلقيت يا شباب عشان انا اجيب ال 4 اس، عارف انه هذه ايزنتروبيك الحالة، ايزنتروبيك اذا كان من اربع رايح لاربع اس. انا طبعا عندي طلعت الاس 3 لما جبتوها يا شباب، هتطلع عندكم 5.995 كيلو جول بير كيلو جرام. ماشي، هلقيت شباب ايش بتروح في الجدول هذا؟ هتروحوا تشوفوا عندكم البرشر تمام، وعندنا ايش كمان هنا؟ بس عندنا البرشر، فحنشوف ايش بين مين ومين الاس تقع، بين انو يعني هلقيت مثلا عندنا ايش، احنا عندنا ال 10 هنا عندنا ال 1 ميجا باسكال تمام. طيب انا عارف انه هذه 1 ميجا باسكال، هلقيت في الجداول يا شباب تيتشنج اسيستنت انجينيرنج، سواني اصل انا الجداول عشان اوريكم كيف حنجيبها. فصل ثاني، فصل اول عفوا، وين الجداول كنا حاطينها؟ التيبلز، انا متاكد انها برا، لا مش برا. ماشي،
تيبلز هاي تيبلز. لقيت يا شباب احنا في السوبر هيتد برضو لسه، فايش هروح اجدول السوبر هيتد من هنا. هذا السوبر هيت، هاي السوبر هيتد. انا عارف انه عندي البرشر كم، 1 ميجا باسكال. هاي هنا البرشر 1 ميجا باسكال، تمام. فايش ابحث في الجداول على الاس الخاصه فيها. الاس ما بينه مين؟ الاس طلعت عندي 6.5995، 6.5995، يعني ما بين هنا وهنا، يعني ما بين هذه وما بين هذه، تمام. فبجيبها عاد، طبعا جيبوها تقريبيه يعني، مش انكم تجيبوها يعني زي ما بيقولوا غصب عنه. يعني احنا عارفين الاس، والاس بين هذا وهذا نقدر نجيبها، لقيت الاتش بكل سهوله، ونقدر نجيب الفي لو احتاجناها، تمام، بكل سهوله نقدر نجيبها. فبالتالي تمام، بسجل هاي النت 100 100. فبالتالي بقدر ايش اجيب؟ الاتش 4S، وبتطلع معاكم تقريبا. طبعا الشباب تعملوش انتربوليشن يعني وتغلبوا حالكم، خلص قدروها تقديرا، بس بناتهم يعني مش تقدروا تقدير رقم خارج، مش يعني لا هو بناتهم ولا له علاقه فيه، فانتبهوا لهيك شغله. والله كيلوغرام حلو كتير. الان ايش حنسوي؟ انا عارف انه الافشنس للتوربينه التوربينتين اللي عندي 80%، فايش عندي؟ انا بعرف انه الاتش 3 ناقص الاتش 2 اي، عفوا 4 اي بتساوي اتش 3 ناقص اتش 4 اس. هذه جبتها قبل، وهذه جبتها قبل، وهذه جايبها تو جايب لينا لسه هيها. طيب ايش بتم عندي؟ الاتش 4 اي، الاتش 4 اي شو بتساوي يا شباب؟ 2863.45 كيلوغرام بير كيلو جول، بير كيلو جول بير كيلوغرام، عفوا. ماشي طيب، هذا لقيت السيت 4. نيجي لقيت للسيت 5، وين 5؟ هيها عند 5 طلعت ليش؟ للسوبر هيت، ارتفعت درجة الحرارة. أنا عارف إنه إيش عندي يا شباب، لقيت عندي تي درجة الحرارة كم؟ 500 قال لي سيليزيوس، وأنا عارف إنه البي اللي عندي 1 ميجا بسكال. طبعا لو رحت على جداول، على جدول البي وشفت التي ساتشوريشن هتلاقي هذه أكبر. فبالتالي بروح على جدول السوبر هيتد مباشرة، أصلا هي حتكون في السوبر هيتد، السوبر هيتد تاع جداول المية تاع السوبر هيتد، تمام. ايش بقدر اجيب من هذه؟ اتش 5، وايش كمان؟ اتش اس 5 برضه. اها هذا تطلع تقريبا 3407.9.1، وهذه يا شباب 7.7642 100%. هي طيب، هذا السيت 5، السيت 6 حالة السات، ايش في عندي بصير في السات؟ طيب انا لقيت شباب نزلت من اس 5. طبعا شباب لو انه في الرسمة لو انه ادق او اوضح يعني زي في الكتاب مثلا، سيبونا من السوليوشن جيت هذا نستخدمه في مكان آخر زي ما نقول. آخ 17 هي 10، يا رب أروح للريهيتنج بسرعة. هاي الريهيتنج، هاي يا شباب هنا 6، تمام؟ هنا 6. أنا لو في الرسم الصح، رسم أنا يعني غريب، أو أنت حتطلع معاكم غريب برضه الرسم. فبالتالي هنا 6، أنا مش عارف هل هي في السوبر هيتد ولا في الويت. فايش حطار؟ سيبوكم طبعا من هذه ملاح، لا اله الا الله، بفتح حاجات غلط. بسم الله، وينها؟ هاي السيت، السيت 6. انا مش عارف ايش حسوي هنا في السيت 6 يا شباب.
بعرف انه الاس 5 بسوي لي الاس 6 100%، فيش مشاكل عندي. وبعرف انه البي 10 كيلو باسكال. طيب ايش بروح عند ال 10 كيلو باسكال هذه؟ بجيب الاس جي، اللي هو ايش الشباب بتمثل لي الاس جي؟ التقاطع هنا، هذه بنسميها الاس جي. ماشي، جبنا الاس جي، كم تطلع معايا يا شباب؟ تطلع معايا الاس جي يا شباب، سبعة، اللهم صل محمد. هات نجيب الاس جي عند 10 كيلو باسكال من الجداول، انا اجيبها لان انا مش جايبها. هذا 10 كيلو باسكال، 10 كيلو باسكال، 10 كيلو باسكال. تمبرتشر تيبل، لا احنا بدناش تمبرتشر. هاي الباسكال 10 كيلو باسكال، ماشي. اس جي، الاس جي، الاس جي، هيو هنا تطلع يا شباب الاس جي 8.1488، بس نحفظها زي ايه، 14.8488. تمام، هاي الاس جي طلعت لعندي كالتالي. طيب انا جايب الاس، الاس 5 كم هيها فوقينا 7.764، اقل منها، فبالتالي وين هذه موجوده يا شباب؟ فبالتالي 6 موجوده في الويت، فحضطر استخدم القانون الخاص فيها اللي هو ايش؟ الخاص بالاكس عندي عشان اجيب الكواليتي تبع ال تبعت ايش اسمها تبعت ال تبعت الستيم هذا، قديش يعني في ستيم عندي او بوينت كم. طيب نسيت القانون تبعها، سواء نجيب لكم اياه. وين القانون؟ انا دونته لكن بصراحة بنسى وين التدوين. سواء انا اوقف الفيديو اروح اشوف وين القانون واجيكم. نستكمل يا شباب، جبنا القانون، شايفين يعني كل هذا اللخم عشان اجيب القانون، ما علينا. طيب ما لقيت شو عندي بدي اجيب انا؟ اس 6 بتساوي اس اف عند 6 زائد اكس 6 اس اف جي. اها، حضطر ايش انا اجيب؟ اس اف. طيب وين هالاس اف عندنا هنا؟ وين الكومنت هذه؟ هات القلم. هاي عند 10 كيلو باسكال، هاي هنا. فبالتالي وين هاي يوصف؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هاي الاس اف مريحنا، وهاي الاس اف جي. تمام شباب؟ هايهم عند النقطتين هدول 100%. هيك نرجع تاني. طيب هذه بنجيبها من الجدول، وهذه من الجدول، وهذه توي انا جبتها لان انا عارف انه الاس 6 بساوي اس 5، فبالتالي شو بتم عند الاكس 6؟ اكس 6 بتساوي اس 6 ناقص اس اف على اس اف جي. اها، وبجيب الاكس 6. الاكس 6 يا شباب حتطلع معاكم بوينت 949. ماشي. طيب هيك انا بقدر اجيب ايش شباب؟ اذا جبت هذه بقدر اجيب الاس 6، الاتش 6 اس. طيب شو بتساوي الاتش 6؟ نفس القانون، اف زائد اكس 6 اللي تو جبتها انا فوق في اتش اف جي. طيب هات نشوف من التيبل هنا اتش اف جي هيها، وال HF هي، عفوا عفوا، هيهم هي، هات نشوف لأنه أو
استغفر الله رب العظيم. هيا يا شباب انا متخربط هنا، تبوا ها العتب على النظر. لا اله الا الله، مش اخر بطاط سيء. دير بالكم يا شباب انتم بتاخذوا من الجدول، حاولوا تحطوا مسطره جنبكم، احنا هينا تخربطنا عشان اعتمدنا على النظر. الحمد لله. لا اله الا الله. 2461 تطلع معاكم يا شباب. 0.24 كيلو جول بالكيلو جرام. دخلنا على السؤال بعد، ما علينا. طيب احنا عارفين يا شباب انه في عندي هنا افشنسه للتوربينه. طيب والافشنسه للتوربين شو بقول لي الافشنس تاعتها؟ 5 ناقص 5 وين من الجدول اللي لقيت بجيب ثواني والله يا شباب. اتش 5 ناقص اتش 6 اي على اتش 5 ناقص اتش 6 اس. طيب ده ايش بقدر اجيب من هذه؟ اتش 6 اي، وبتطلع عندكم شباب 2664.81 كيلو جول بكيلو جرام. تمام. هيك احنا تمام حتى الان. تمام. طبعا ما دام صار عندي تي وعندي تي وعندي اتش، بقدر اجيب انا تي 6 اي يا شباب، تي 6 اكشوال بقدر اجيبها من خلال الاتش اكشوال 6 اكشوال، بشوف بين مين ومين التقع من الجداول وبجيبها مباشره. طيب الان شو عندي؟ لقيت كمان شباب، خلص لقيت احنا جبنا كل المعطيات كلها، لقيت تمش عندي الا ايش شباب؟ اجيب بشكل عام امور الثانيه. هات بس تمحي مثلا هذه. لا اله الا الله على صوت الدوشه اللي بتظل هنا. كمل يا شباب. لقيت لقيت شو عندي يا شباب؟ جبنا كل شيء. لقيت ايش بجيب؟ البمب شو بتساوي؟ في واحد زي ما قلنا، بي واحد ناقص بي اثنين، عفوا بي اثنين ناقص بي واحد، تطلع معاكم الرقم بدنا اياه. طيب التوربينة شو بتساوي؟ التورباين اتش ثلاثة ناقص اتش أربعة اي زائد اتش 5 ناقص اتش 6 اي. هيك برضو خلصنا. هي هذه تمام وهذه تمام، ما فيها مشاكل. طيب الدبليو نت يا شباب شو بيساوي؟ الدبليو نت بيساوي الماس فلوريت دبليو دوت نت، بيساوي الماس فلوريت ضرب الدبليو نت العادية. طيب الدبليو نت العادية شو بتساوي؟ للتوربينة ناقص الكمبر البامب، عفوا البامب هنا شباب هنا ايش؟ قلت بامب. تمام. فايش عندنا؟ لقيت هذه مديني اياها كم كيلو كم ميجا وات؟ مديني انها ايش بتسوي لي شباب؟ 80 ميجا وات. هذه 80 ميجا وات، 80 ميجا، ميجا 10 اس 6، وهذه الستيم، وهذه بجيبها من فوق، هنا بيطلع الجواب، وهنا بيطلع الجواب، بطرحهم من بعض، ايش ما يكونوا هنا؟ ايش ما يكون هنا هيكون؟ فبيطلع معايا الماس ستيم. هيك بجيب هذا المعطى،
ايش قال لي في الاول هنا ايش بده كان الكواليتي، الكواليتي الخاصه هنا فيها كم الكواليتي تاع هذا وين هالاكس 6 هاي جبتها اول، اسف جبتها اول. طيب ايش تم عندي هنا الماس فلوريت هيني جبتها اللي هي ثالث اشي رقم سي. هل قد اجيب الثيرمال افشنسي؟ الثيرمال افشنسي شو شباب بتساوي؟ بتساوي نت على كيو ان، كيو ان. طيب الكيو ان ايش هتساوي شباب؟ هذا الكيو ان بتساوي اتش 3 اللي هي دخلة البويلر. شرحنا ايش كيف تيجي الكيو ان، اتش 3 زائد بعدين عمليه الري هيتنج اللي عملناها اتش 5 ناقص اتش 4 اي 4 اي. طبعا بيطلع عندك جواب ايش ما يكون يكون لهذا الجواب، فبالتالي عندك كيو ان وكيو نت تو جبتها من طرح الورك للتوربينة ناقص الورك للبمب بيطلع لي جواب من فوق بنجيبها، فبالتالي بيطلع عندكم الافشنسي يا شباب بتطلع عندكم تقريبا 36.64%، وبيطلع عندكم الماس فلوريت يا شباب 62.64 كيلوغرام بير سكند، كيلوغرام بير سكند. هيك يعني كله مو تمام. هذا هيك السؤال فنشناه، هذا هيك السؤال انتهى. ان شاء الله في المناقشة الثانية حنزل لكم السؤال الثاني حلو. طبعا هي عندكم كلوز وعندكم اوبن وعندكم اكسبانشن فالف، يعني مش حنحرمكم من حاجة ان شاء الله في السؤال هذا، هنقرأ ونحله مع بعض إن شاء الله في المناقشة الثانية. هيك يكون الله يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.